المستشارين المحترمين، انا بعدا بغيت نبدا بالفلول بواحد الرقم. اليوم حنا كنتكلموا على 24 مليون مستفيد، اكثر من 24 مليون. ميكرو قرب السيد، قرب السيد، قرب، ماشي مشكل. كنتكلموا على 24 مليون و254 الف مستفيد من الجرعه الاولى، و22 مليون وازيد من 22 مليون مستفيد الجرعه الثانيه، ما يشكلوا تقريبا 65% ديال مستفيدين من مجموع السكان الاجمالي في المغرب. اللقاح كيدار لواحد الفئه اللي هي مستهدفه، لا بوبولاسيون سيبل. الفئه المستهدفه كتبلغ اليوم 29 مليون نسمه. اذا حنا قلنا على بعد 5 مليون باش نوصلوا للمناعه الجماعيه. اذا بغينا نوصلوا ل 100% نظرا ان المناعه الجماعيه بالنسبه للفيروس ديال الدلتا هي 90%. 90% هي ما يناهز تقريبا 26 مليون ونص ديال المستفيدين من اللقاح. احنا يعني الاغلبيه الساحقه والمطلقه ملقحة الحمد لله في المغرب. كنهضروا على واحد الاقليه اللي فيها الناس اللي هما عازفين على اللقاح، فيها الناس اللي مرضى، فيها الناس اللي يمكن لهم يستافدوا من الاعفاء لانه عندهم موانع طبيه. هادو عندهم الحلول ديالهم، لقينا لهم الحلول ديالهم. انتم كتعرفوها ان عندهم اون اتيستاسيون ديكزومبسيون ديال لا فاكسيناسيون، حيت عندهم اون كونتر انديكاسيون، وكاينه في البوابه الالكترونيه اللي هي كتخرج لهم عن طريق واحد لاكوميسيون لوجينا طبيه اللي كتعطيهم هذاك التصريح. كذلك بالنسبه اللي استافدوا بالجرعه الاولى كنعطيهم واحد التصريح. فبالتالي اليوم كنهضروا على اقليه اللي ما نستافداش، فين كاين الاشكال بالنسبه لجواز التلقيح هنايا؟ بما ان كل شيء مستافد من اللقاح عنده جواز التلقيح، اذا كيولي هذا اداه وسيله اللي كنحاربوا بها الوباء باش ما يحدثناش واحد البؤر مهنيه تجاريه اقتصاديه صناعيه. فبالتالي خصو يكون سلوك حضاري. ما كنفرضش انا على شي واحد في الشارع اعطيني جواز التلقيح نشوفك ولا ما تدوز شاي، ما يمكنش. ولكن الا بغى يدخل لواحد البلاصه خصو من دايته راسه تلقائيا يعني يوري جواز التلقيح ويدوز باش يمكن له يحمي هذاك المهني ولا ذاك النشاط الاقتصادي. حنا كنتكلموا اليوم شنو هي المعادله باش نبقيو على هذه المكتسبات اليوم. حنا عارفين بان المكتسبات اللي كنحضروا اللي حصلنا عليها اليوم بفضل بطبيعه الحال بفضل كاع جميع التدابير الاحترازيه والتوجيهات ديال صاحب الجلاله، ولكن هذا الشيء كيفاش غنقدروا نحافظوا عليه وحنا كنشوفوا في العالم شنو كيدور بينا؟ احنا ماشي في معزل، المغرب ماشي في معزل على البلدان الاخرى. والتطور الوبائي كتعرفوا وتبعنا في هذه عامين وحنا كنتعاملوا مع الوباء واكتسبنا واحد الخبره وكنعرفوا من بعد ما كتجي الموجه الثالثه او الرابعه في العالم. فبالتالي رحنا واصلنا مجموعه وصلنا كذلك واحد الموجه، ولكن هذيك الموجه الى قاسنا كيفاش نبقاو محافظين على المكتسبات في الدول الاوروبيه الاسيويه؟ الناس اللي يقولوا كيسدوا كاين الاغلاق. علاش الاغلاق؟ بلا ما نسمي البلدان، ولكن ما وصلوش واحد النسبه ديال التمليع اللي جد مهمه. ماشي راه كنعسو ونفيقو كتجينا فكره وكنطبقوها، ما يمكنش. راه كاين واحد العمل جد مهم، لجنه علميه اللي هي عندها الاستقلاليه العلميه، ماشي ولا بدات تكون عندها تابعة للاداره ولا عندها استقلال اوتونومي سيونتيفيك تابعة عندها تعطيها على الله من نهار اي واحد عالم في شي امور عنده الاستقلاليه العلميه ديالو، وكنتبعوا النصائح ديالها. وملي كنتكلموا على الجرعه الثالثه كذلك حتى هي ما جاتش ونزلت الجرعه الثالثه. الجرعه الثالثه كانت مبنيه على اسس علميه، حنا عرفنا تبعنا منذ بدايه ديال اللقاح وشفنا المعدل السنوي المعدل العمري ديال الاشخاص اللي كانوا كيتقاسوا بالكوفيد 19 لما بدينا الحمله الوطنيه ديال التلقيح بدا غادي وكينخفض حتى وصلنا لتقريبا 53 سنه. من بعد فاس 6 شهور بدا كيطلع كيف بدينا النهار الاول، وصلنا الناس اللي كانت عندهم الهشاشه واللي بداوا في الاول داروا الجرعات الاولى ديالهم ولاو عاود كيتصابوا رغم الاستفاده ديالهم من جوج الجرعات. اذا كان هنا كننبهوا بان كاين يعني ذاك الحمايه ديال اللقاح بدات كتندثر، ولهذا خاص ولا بدا تعزيز. وهذا ماشي قرار خاص بالمغرب بوحده، اعتمدته بزاف ديال الدول اللي متقدمه في اللقاح. حقيقه المنظمه العالميه للصحه من حقها ما تقول لك انا ما كننصحش. عرفتي علاش المنظمه العالميه للصحه ما تنصحش هي دابا بالجرعه الثالثه؟ لان عندها المسؤوليه العالميه. في الوقت اللي كاين بلدان اخرين مازال ما وصلتهمش حتى الجرعه الاولى، ما يمكنش تقول انا خص بلدان واحد اخرين يديروا الجرعه الثالثه وواحد اخرين ما خداش الاولى. ولكن الناس اللي تقدموا في عمل الحمله الوطنيه ديال التلقيح ديالهم
تيتقدموا حسب معطيات علمية وشافوا بأن الجرعة الثالثة معززة وكتخلي الناس كتحافظ عليهم من الخطورة. كذلك بغيت نتكلم على الأمر ديال بالنسبة للقاحات والستوك ديال اللقاحات. الحمد لله عندنا ما يكفي باش نلقحوا جميع المواطنين المغاربي، والمغرب غادي في السيادة اللقاح. يعني حنا غادي نبدا ننتجوا اللقاح في هذا شهر نوفمبر، هذا شهر 11 غادي ندخلوا في العمليه ديال اللقاح. وما كتطرحناش الاشكاليه ديال لا دات ديكسبيراسيون، واش قرب يسالي، لان عندنا ذاك الاقتناءات كتكون تدريجيه، ما عندناش اجماليه وستوك وكنحطوه، كاين تدرج في الامور وكاين واحد لا تراسابيليتي انفورماتي ديماتيرياليزي، ما كاينش فيها ادنى اشكال بتاتا. والناس اللي كانوا كيشوشوا وكيقولوا بان التلوث ديال، انا نشرح لكم القضيه ديال التلوث باش نتفهموها، وقعت في ان سول فاكسين اللي هو فايزر. شنو ما كاين لا تلوث لا والو، كاين 3 فلاكون ديال لي فاكسان اللي ما ديكونجلاوش كومبليتمون، والناس اللي كانوا بغادو هذا غلط تقني، الناس اللي كانوا خداو لو فلاكون اللي كتقبطوا ان فلاكون فاكسان ولا دواء كتلقاو فيه واحد الكاوتشو، ذاك الكاوتشو فيه واحد لو سونتر، واحد لو سيركل في الوسط وكاين لو سيركل الاخراني، خاصك تبيكي في لو سيركل الوسطاني، ايزون بيكي في واحد لو سيركل اللي في الجنب، فبالتالي ملي كتبيكي كتقطع الكاوتشو، وملي كتدخل لا سونتر كيطيح الكاوتشو الانتيريور ديال لو ليكيد، وكيقول لك فوالا ها انتم اللي عندنا فيه البارتيكول، البارتيكول ديال الكاوتشو. فبالتالي هذه خلقت واحد البلبله وشرحناها ودرنا بلاغ. فحتى المساله ديال التواصل راه كاين تواصل، راه كاين مسلسل ديال التواصل ديال اللجان العلميه اللي كتخرج كل يوم، كاين واحد من اللجنه العلميه اللي كيخرج وكيشرح. لكن واش بغينا نسمعوا ولا ما بغيناش نسمعوا؟ واش كنثقوا في ذاك الكلام اللي كنقولوا ولا ما كنثقوش في ذاك الكلام اللي كيقولوا لنا الخبراء المغاربه ديالنا؟ وحنا كنشهدوا لهم بالنزاهه ديالهم بالعمل ديالهم الجدي، لان منذ الجائحه وحنا كنشوفوا المكتسبات اليوم، ما يمكنش نقولوا نشككوا في المكتسبات اللي حققناها اليوم، ولكن بغينا نحافظوا على المكتسبات. فبالتالي واش كتتوقعوا انه حيت المغرب ورجع منطقه خضراء حيد الباس فاكسينال طلق كل شيء؟ ايوا ملي توقع كارثه وتوقع لنا عاوتاني انتكاسه كبيره والمنظومه الصحيه الناس ديالها عياو عياو عامين ديال 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 التمره عامين هما كيضربوا. عرفتي شحال ديال 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 الاطباء في الانعاش؟ السي زيدو حرائي يكون تخي بيان، عندنا 485 في البريفي و 222 طبيب الانعاش في البوبليك. واش 222 هي اللي غادي تشد لنا المغرب عاوتاني الا طاح كامل لي ديتريس ريسبيراتوار الاكسجين؟ خص اذا خصنا المعطيات اللي عندنا والقدره ديالنا نصرفوا فيها ونوظفوها احسن توظيف باش نمشيو لبر الامان. وحنا داك الشيء كاينه استباقيه، ملي كنشوفوا حنا اوروبا، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، البرتغال، كل شيء يطلع بالزربه والدلتا والمتحور ديال الدلتا اللي هو كات الاي كري 4.2 غادي يقدر يدخل المغرب، راه ماشي من احنا المغرب. اذا يمكننا نحافظوا على المكتسبات باش نبقى على الاجراءات، نبقى على الاجراءات الاحترازيه ديالنا وعلى ولا بد التباعد وعلى القناعه وكذلك وكذلك الباس. وخليني نتكلم سيد الرئيس، سيد الرئيس رجاء، خليني نتكلم سيد الوزير، سيد الوزير استرسل. كذلك الباس، لان الباس وثيقه كتحمي الناس باش يدخلوا لواحد المكان. انا بغي انا عندي الاغلبيه اليوم خصني نحمي اكثر من الاقليه، حيت الاقليه فيها الاقليه ماشي هي اللي غتفرض علينا الراي ديالها الاقليه، حيت هذيك الاقليه اللي بقات اليوم فيها الرافدين كبتاتا، وفيها الناس اللي عندهم موانع، وفيها الناس اللي هما هوسبيتاليزي. فبالتالي الله يرحم الوالدين، كاين تعامل مع هذه الاقليه اللي مريضه، ما عمرنا منعنا شي واحد يدخل المستشفى حيت ما عندوش الباس ابدا. سيد الوزير انتهى الوقت.